منها إلى الخارجية، والخارجية تستنكر اعتداء إسرائيل على أباء دير بالقدس وتنجح في الإفراج عن راهب. أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الاستنكار لتعرض الشرطة الإسرائيلية صباح أمس الأربعاء لعدد من أباء وشمامسة كنيسة دير السلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس واحتجاز أحدهم. تعالوا بقى نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف السيد السفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح. صباح الخير سيادة السفير. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا بسيادتك يا فندم. طبعا يعني يؤسفنا طبعا اللي حصل ده واللي احنا شايفينه امامنا على الشاشه. يمكن الجميع تحدث والجميع استنكر والجميع مستاء وغاضب جدا من يعني هذا التعدي السافر على المقدسات وكمان التعدي على رجال الدين. كيف تقرا هذا المشهد يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هو حادث مؤسف بشكل شديد، أن يتم الزج بالدور العبادة وبرجال الدين في أتون معركة لا طائل لهم بها. الاعتداء الإسرائيلي يأتي في سياق محاولات السيطرة الكاملة على مدينة القدس وإظهار سيادة إسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، بعيدا عن القانون الدولي وبعيدا عن الحق الفلسطيني في هذه المدينة. تمام. الاعتداء على الرهبان وعلى الشمامسة أيضا، والاعتداء على مقر الكنيسة، هو اعتداء يتزامن مع قرار أصدره نير بركات وهو رئيس بلدية الاحتلال في القدس، والذي أيضا قرر عدد من الإجراءات ضد المدينة وضد سكان المدينة. إذن هي محاولة إسرائيلية فعلية بالتفعيل على الأرض للسيطرة على الجزء العربي من مدينة القدس، أو أقصد على الجزء الشرقي من مدينة القدس، بما فيها السيطرة على دور العبادة سواء كنائس أو مساجد أو غيرها. طيب أنا يعني عايزة كمان أنظر للموقف بقى كمشهد. هو المشهد يا فندم مسيء، حضرتك فسرته التفسير السياسي، بس إذا كمان نظرنا لهذا هو مشهد مؤلم جدا، والمفروض بيكون فيه ردود أفعال. يعني كيف تتوقع ردود الأفعال على ده؟ الشكل العام إن هم بيعتدوا على رجال الدين بهذا الشكل، وإهانة رجال الدين وإهانة الديانات بهذا الشكل، حضرتك يعني فسرتها هذا التفسير السياسي، بس أنا عايز أعرف كيف تتوقع أن تكون ردود الأفعال العربية والدولية على هذا يعني المشهد اللي كلنا مضايقين منه. بالأمس صدرت عدة مواقف أو بيانات توضح مواقف دول مثل في فلسطين. المواقف كانت سواء على المستوى الرسمي من الرئاسة، وصلت إلى حد الرئاسة، و مواقف شعبية من جميع الفئات دون اختلافها. الكل استنكر هذا الاعتداء الإسرائيلي على رجال الدين وعلى أيضا أقول على دور العبادة. يعني هذا أمر لا يجب مطلقا أن يتم الزج برجال الدين وبدور العبادة بهذا الشكل المشين الذي وصلت إليه قوات الاحتلال. تمام. صدرت أيضا مواقف عن جمهورية مصر العربية بمستويات مختلفة. الدولة حاليا فعلا ما بتتواصل مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على ملابسات ودوافع هذا الحادث، وفي يعني اتصالات حصلت بالفعل أسفرت عن سرعة إفراج الجانب الإسرائيلي عن الراهب المعتقل، وأيضا هناك يعني ردود أفعال بقى يعني غير رسمية كمان، وبيانات صدرت أيضا عن الأزهر وعن المرجعية الدينية المسيحية، عن الكنيسة القبطية، كل هذا صدر. الآن المطلوب أن يكون هنالك ردات فعل من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هي دي بقى، هو ده سؤالي سيادة السفير، كيف تتوقعها؟ يعني ردود أفعال المجتمع الدولي على ده ممكن تكون إيه من وجهة نظر حضرتك؟ بالضبط. يعني هو احنا نقول احنا صار لنا مثلا 3 أسابيع واحنا نسمع الى مواقف دولية لحظية، يعني مش بس كل يوم، لا ده كل لحظة في تصريحات ومواقف وتهديدات من دول غربية. انسان والحادث الذي جرى لصحفي يعمل مع وكالة امريكية. طيب وهدول الرهبان، هؤلاء الرهبان ورجال الدين، طب وهؤلاء الفلسطينيين الذين يسحقون كل يوم تحت دبابات الاحتلال الإسرائيلي. نريد أن يكون هنالك تساوي. يعني مش لأنه حضرتك ما بتشتغليش مع وكالة أمريكية وبالتالي إذا حدث معك حادث
لا قيمة لحقوق الإنسان، لا، في حقوق للمواطنين، في حقوق لرجال الدين، في حقوق للصحفيين، في حقوق لدور العبادة، في حقوق للشعب تحت الاحتلال. يجب أن يتم أيضا إصدار مواقف رسمية دولية تجاه هذا الاعتداء على راهب. والاعتداء بالمناسبة لم يكن على راهب واحد فقط، على أكثر من ذلك. الاعتداء على شخص واحد، سواء كان راهبا، سواء كان شماس، سواء كان مواطن ذهب للصلاة في الكنيسة، هذا يجب ألا يسمح به مطلقا، وأن يكون هنالك موقفا من كل دول العالم. تمام. أنهم فقط يعني لديهم وقت لينتقدوا شخص بلحية ضد يقوم بأي عمل متطرف، الكل يرفض وأولهم المسلمين. يعني يجب أن يكون هنالك موقفا ضد الإرهاب الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد رجال الدين الكنسيين المسيحيين والمسلمين وغيرهم، وأن يسمح للناس أن تمارس الصلاة في دور عبادتها، سواء في كنيسة القيامة أو في المسجد الأقصى أو في أي بيت عبادة، وأن يسمح أيضا لرجال الدين أن يؤدوا دورهم دون أن يتم المساس بهم بهذا الشكل المجرم الذي رأيناه من قوات الاحتلال. مش بس حبسوه، يعني هم مش ليس فقط اعتقلوه وزجوا به في السجن، هم اعتدوا عليه، فتحوا عليه بالضرب، واضحة فتحوا راسه، واعتدوا على راهب آخر وتم فتح إيده، إيده أيضا تم تخييطها، واعتدوا على الشمامسة، واعتدوا على الكنيسة نفسها ومنعوهم من الدخول. طب شوف المشهد وهم يدفعونهم ويلقونهم على الأرض. ليس هكذا تدار العلاقة مع ناس محترمين، رجال دين محترمين بهذه الطريقة. صحيح، وليس من الإنسانية وليس له أي علاقة بما يتشتقون به اللي هو حقوق الإنسان اللي عمالين يتكلموا فيها بقالهم كتير. أنا بشكرك، بحييك سيادة سفير حازم أبو شنب القاضي بحركة فتح. السياسة متغيرة والأديان ثابتة، المشهد اللي احنا شايفينه في الشارع في قدامنا على الشاشة ده منتهى إساءة الأدب ومنتهى العجرفة ومنتهى الانتهاك لحقوق الإنسان وكمان المساس بالأديان. أرجو أن يكون فعلا زي ما سيادة السفير بيقول هناك يعني رد فعل دولي يعني حد شوية ويليق بهذا أو يليق بهيبة هذا المشهد اللي احنا شايفينه. محدش يرضى أبدا، ويمكن كان من امبارح مصر كلها بتتكلم مسلمين وأقباط على أن دي ملهاش أي مسمى غير إساءة الأدب وانتهاك حقوق الإنسان اللي عمالين يتكلموا عنها وما بينفذوش أي حاجة منها. المشهد ده نتمنى أن احنا ما نشوفهوش بيكرر تاني، ولا مع أقباط ولا مع مسلمين، بس يعني الحقيقة في انتظار ردود فعل المجتمع الدولي. طيب، ده يمكن كان آخر خبر معانا مشاهدينا في